قائمة الخطوات الناجحة عالميا. الحب والعاطفة. ساند طفلك وادعمه، اقبله وعبر له عن محبتك، واقضي وقتا ممتعا. عدم التوتر والتعامل مع الضغوط. اتخاذ خطوات لائقة لتخفيف الضغوطات النفسية. الصحة. تنمية العادات السليمة، مثل ممارسة الرياضة بانتظام والتغذية السليمة. القيم الدينية. دعم التنمية الروحية والدينية لطفلك، ومشاركته في الأنشطة والمناسبات الروحية والدينية. السلامة. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية طفلك، والسهر على الدراية بالأنشطة التي يمارسها الطفل بمن يصادقهم. التعليم والتعلم. القيام بدعم التعلم والتخطيط لطفلك، مع توفير فرص تعليمية جيدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك فضلا وليس أمرا.